كافة الضمائر الحية، أنتم كتشوفوا كنتعرضوا للقمع، كنتعرضوا للرفس، كتشوفوا العيالات كيتضربوا، كتشوفوا الدراري الصغار، كل شيء هذا الشيء حنا فقط رافضين لواحد الجواز، وكنشوفوا عدد من الناس اللي تعوقوا، عدد من الناس اللي توفوا بهذا اللقاح هذا. أنتم كتشوفوا حقوق الإنسان، كتشوفوا حقوق المرأة، كتشوفوا إعادة التربية اللي كيهضر عليها أخ نوش، كتشوفوا 2500 درهم اللي هضر عليها العالمي، كتشوفوا القمع اللي كتعرض ليه اللي كيوصفوهم هما بالأقلية. إلا كنا حنا أقلية علاش يقمعونا؟ علاش يحاصروا ليك؟ حنا غير أقلية، وهما فين جاتهم يعطوني يهضروا باسمنا باش من حق وباش من شرعية اللي تعطات لهم يهضروا باسمنا ويقروا في الصحة ديالنا، وكأنهم عندهم غيرة على الصحة ديالنا. كلشي اللي كنعرفوا الصحة في بلادنا وكنعرفوا السبيطارات، اليوم فقط اللي جاتهم الغيرة علينا وعلى صحتنا. كنشوفوا الناس مهلوكين، لو أن غير فقط كان شي تعويض ولا كان شي ضمان على هاد اللقاحات هادو نقولوا ماشي مشكل، ولكن هاد الناس هادو كيعرفوا فقط يجيدون لغة القمع، يجيدون لغة العصا، هادشي اللي كيعرفوا المغاربة وكأنهم بهايم، ما عارفينش بلي المغاربة راه مقاومين شرسين ضد المستعمر وضد أي كان باش يخرب بلادنا. ولكن هيهات هيهات، غيجي الوقت اللي غادي يتقدوا فيه الكتاف، وغيجي الوقت فاش غادي نقولوا الكلمة ديالنا بكل صراحة، وغادي نقولوها وما غاديش نتراجعوا فيها. هما جايين عاوتاني بغاو يقمعونا وغير قتلونا، راه الموت وحده، اللهم نموت شريف ولا نبقى عايش مدلول. تحيه لكافه الاحرار والحرائر، ودمتم ودمنا لنضال صامدين.